اهلا بيكم في حلقه جديده مع مجدي خليل. يوم الخميس 26 اغسطس وقع انفجارين في مطار كابول سقط فيهما 170 قتيل واكثر من 200 جريح بينهم 13 جندي امريكي و15 جندي امريكي مصاب. والباقي من الافغان الذين كانوا يتجمعون عند البوابه الرئيسيه للمطار لترك افغانستان. تبنت ولايه خراسان العمليه ونشرت ذلك وكاله اعماق التابعه لتنظيم الدوله الاسلاميه اللي هو الوكاله الرئيسيه لهم نشرت هذه المسؤوله عن هذا الموضوع ان ولايه خراسان التابعه لها هي اللي قامت بالعمليه كان المشهد متوقعا ومخططا لكي تكون اخر لقطات الاحتلال الامريكي لافغانستان عباره عن هلع ورعب وأن تبقى هذه الصورة الذهنية كآخر ما خرجت به الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان. في هذه الحلقة سنناقش بوضوح المسؤولية عن هذا الهجوم الشنيع تقع على من؟ المسؤولية الحقيقية تقع على من؟ وهل هناك أخطاء أمريكية استراتيجية وراء ذلك؟ وهل كان على أمريكا أن تنتظر لحظة الهجوم كقدر حتمي؟ قاعدين يقولوا لنا في هجوم في هجوم، كانهم منتظرين هجوم كقدر حتم عليهم، كقدر حتم وما هو تنظيم دولة ولاية خرسان في افغانستان وعلاقته بالحركة الجهادية العالمية، وعلاقته والمشتركات بينه وبين طالبان والاختلاف بينه وبين طالبان؟ هذا ما نناقشه، أهم شيء إن احنا عاوزين نوصل لمين المسؤول؟ المسؤولية تقع على مين في هذا الموضوع؟ لأن الحقيقة هناك آه غضب آه في آه وسائل الاعلام الامريكيه وفي الشارع الامريكي على على ما حدث وهنا آه آه تاتي المراجعه الذاتيه والنقد الذاتي بشكل كبير جدا. اول حاجه هنبدا بها من هو تنظيم ولايه خرسان اللي داعش افغانستان؟ ايه هو؟ من هو؟ في يناير 2015 تاسس هذا التنظيم آه اللي هو سمي ولايه خرسان في عز توهج داعش في العراق كانت يعني بعد سنة من ظهور هذا وسمي ولاية خرسان ليه سمي ولاية خرسان تيمنا بولاية ولاية خرسان اللي كانت موجودة تحت الخلافة العباسية ولاية خرسان اللي كانت موجودة تحت الخلافة العباسية كانت بتضم تضم أجزاء من تركمستان تاجكستان أوزبكستان أجزاء من إيران أفغانستان باكستان فكل المناطق دي كان اسمها فسموه عشان يوسعوه في المنطقه دي كلها سموه دايما بيستعيدوا بالتاريخ الاسلامي وما يراوه امجادا للتاريخ الاسلامي للتسميات. عين حافظ سعيد خان اميرا له. يتشكل هذا التنظيم اللي هو ولايه خرسان معظمه معظمه من الطالبانيين اللي صابوا طالبان غاضبين منها سواء طالبان باكستان او طالبان افغانستان وبعض من عناصر الحركة الإسلامية لأوزبكستان وقليل جدا من عناصر الجهاد العالمي يعني أغلبه برضو من طالبان أغلبه من طالبان اللي هم المتمردون على طالبان الخارجون من, من طالبان وأغلبه بشتون كمان طيب في عز توهج هذا التنظيم كانوا بيقدر ب 3000 عنصر مقاتل في افغانستان ولكن الضربات الأمريكية المكثفة والضربات الحكومة الأفغانية نزلت بهذا العدد إلى حاليا ما يقارب ألف شخص مسؤول عن أكثر من مئة هجوم منذ تأسيسه واشتبك 250 مرة هذا التنظيم مع القوات الأمريكية في أفغانستان ومع الحكومة الأفغانية منذ 2017 وحتى الآن تقدر الأموال التي حصل عليها هذا التنظيم بمئة مليون دولار من التنظيم الأم في العراق عندما تم تأسيسه هذا التنظيم ولاية خرسان تصنفه بعض المؤسسات التي تراقب الإرهاب الدولي عالميا وتقول أنه واحد من أكبر أربع تنظيمات إرهابية إسلامية في العالم حاليا انا بعتبر وريثا فعليا للقاعده لان القاعده ضعفت جدا في افغانستان بعد موت بن لادن والظواهر اختفائه وربما المرجح موته وبالتالي يعتبر هو بقى التنظيم الدولي النشط حاليا على ارض افغانستان كبديل للقاعده يتفق يتفق ويتفق ويختلف مع طالبان في عدد من الامور وده مهم جدا لان هنشوف لان بناء على الاتفاق والاختلاف هل هذا التنظيم سيعيش بعد أن تدير طالبان المشهد وهل سيعود الجهاد العالمي إلى أفغانستان وهناك أكثر من عشر منظمات حاليا موجودة على أرض أفغانستان هل سيعود الجهاد وهل هذا طبعا إذا عاد الجهاد العالمي إلى أفغانستان سيتصدر هذا التنظيم الواجهة إيه هو الاتفاق بينه وبين طالبان وإيه هو الاختلاف بينه وبين طالبان لان ده مهم جدا في كلام كتير ان في عداء في كلام لكن في اتفاق وفي مشتركات وفي خلاف هنبين اوجه الاتفاق واوجه الخلاف اول اتفاق وجوه الاتفاق مع طلب اول وجه لا يوجد خلاف عقائدي بين طالبان وبين القاعده وبين داعش التنظيمات دي كلها ما خلاف عقائدي بينها كل الاختلاف في سقف الاهداف اخر سقفك ايه انت عاوز ايه طموحك ايه وطرق تحقيق هذه الاهداف يبقى الخلاف مش مش خلاف عقائدي خلاف تكتيك انت عندك تكتيكاتك ايه واهدافك ايه طيب الحاجة الثانية ان هذا التنظيم مع طالبان حاربوا معا في فترات ضد القوات الامريكية وضد الحكومة الافغانية اللي كانت موالية لامريكا كمان هذا التنظيم مع طالبان يؤمنون بالمفردات الطبيعيه للحركات الجهاديه زي المؤمن والكافر الولاء والبراء دار الاسلام ودار الحرب وبحتميه الجهاد وينطلقون هم الاثنين تحت رايه ما يسمى الجهاد الاسلامي العالمي والحركه الجهاديه الاسلاميه العالميه. ده اتفاقات معنا. كمان في حاجه مهمه بينهم هما الاتنين متفقين فيها بينه وبين طالبان ان في جسر يربط بين الاثنين ده, ده ده تنظيم خرسان وده تنظيم طالبان في جسر يربط منهم الجسر ده هو مين اللي هي شبكه حقاني شبكه حقاني دي شبكه خطيره جدا واحده من اكثر الحركات الاسلاميه ارهابا ومصنفه في كثير من دول العالم وسراج الدين حقاني اللي هو المسؤول عنها حاليا نائب رئيس طالبان نائب امير مؤمنين طالبان وهو على علاقه هذه الشبكه على علاقه جيده جدا بالقاعده وعلى علاقه جيده جدا بتنظيم خرسان وكل ده و وشبكة حقاني دي ربط كل ده كله طالبان والقاعدة وولاية خرسان بجسر تاني مع باكستان لأنها لها علاقة قوية بالباكستان علشان في الآخر خالص المفاتيح الرئيسية تكون بدرجة أو بأخرى في يد باكستان يعني في جسر بيربط الناس دي كلها هي ولاية اللي هي شبكة حقاني عند طالبان وعند هذا التنظيم الغايه تبرر الوسيله لان هم الاثنين تعاهدوا على مدى سنوات ان هم من افغانستان من باكستان بكل من من الكفره بكل الوسائل، هيخلصوا افغانستان من الكفار بكل الوسائل، هم ما عندهمش الغايه تبرر الوسيله عند عند كل الحركات الاسلاميه تقريبا، ما عندهمش موانع اخلاقيه ولا موانع قانونيه ولا اي ولا موانع وطنيه انها تمنحهم عن إن الاهداف اللي هم عاوزين يحققوها دي مش موجوده لا موانع اخلاقيه لا موانع قانونيه لا موانع وطنيه طيب ده الاتفاق بينه وبين طالبان طب ايه الاختلاف ما بين ولايه خرسان تنظيم ولايه خرسان وبين طلبة انا حطيت عشرة فروق انا حطيت عشر فروق ما بين طالبان وما بين ولايه خرسان اول حاجه طالبان الخلافه محليه، الاثنين بيؤمنوا بالخلافه الاسلاميه، الاثنين يؤمنوا بعوده الخلافه الاسلاميه، ولكن طالبان الخلافه محليه يعني هم اهدافهم انهم يعملوا خلافه اسلاميه في افغانستان وبعض اجزاء من باكستان اللي هي بتضم البشتون. ولكن بالنسبه لولايه خرسان الخلافه عالميه، عاوزين يرجعوا الخلافه العالميه على منهاج النبوه في العالم كله. طيب، بالنسبه لطالبان يوصفوا بانهم قصاه ومتوحشين. بالنسبة لولاية خرسان اكثر قسوة واكثر توحشا طيب بالنسبة لطالبان بتقبل قبلت التفاوض مع الكفار بالنسبة لولاية خرسان ترفض التفاوض مع الكفار بالنسبة لطالبان كلهم بشتون كله بشتون بالنسبه لولايه خرسان اغلبها بشتون اغلبها برضه بشتون لكن كما قلت في عناصر من الحركه الاسلاميه الاوزبكيه وبعض عناصر من الجهاد العالمي لكن برضه الاغلبيه بشتون طيب بالنسبه لطالبان تعلمت البرجماتيه من بعد 20 سنه تعلمت البرجماتيه بالنسبه لولايه خرسان لا ما تمثل الوجه الاخر لطالبان لما تب لما لما بدات بتمثل طالبان من عشرين سنة في تشددها وفي عنادها وفي كده وبالتالي ليه لأن برضه ليه عشان كده العناصر المتشددة في طالبان انضمت إلى ولاية خرسان الفرق رقم ستة ما بين طالبان وما بين ولاية خرسان هو بالنسبة لطالبان تنظيم نبع من الداخل الأفغاني أما ولاية خرسان فهي تنظيم مستورد من العراق هو مستورد من العراق والتنظيم الأصلي في العراق والشام بالنسبة لاختلاف اختلاف آخر أيضا أهداف طالبان لصالح البشتون يعني أهداف طالبان كلها لصالح أقلية البشتون سواء أقلية البشتون في أفغانستان عرق البشتون في أفغانستان أو عرق البشتون كأقلية في باكستان بالنسبة ل ولايه خرسان لا مش اهدافهم اهدافهم عالميه لصالح كما يرون لصالح مسلمي العالم وعوده الخلافه الاسلاميه عالمية بالنسبه لطالبان نشات نشات طالبان على الحدود الباكستانيه في افغانستان في ولايه قندهار، الولايه اللي هي قندهار. برضه على الحدود الباكستانيه الافغانيه. بالنسبه لتنظيم ولايه خرسان نعم ايضا نشا في شرق افغانستان على الحدود مع باكستان بس في ولايه ننجرهار ومنطقه كونار ننجر ننجرهار ومنطقه كونار يعني الاثنين نشأوا على الحدود في ما بين باكستان وافغانستان بس في ولايتين مختلفتين بالنسبه لطالبان تنظيم قبلي يؤمن بالقبليه القبليه شيء اساسي فيه بالنسبه لولاية خرسان تنظيم أممي وليس قبلي آخر حاجة من الخلاف بين طالبان وبين ولاية خرسان الهوية اللي هو بتاعتهم بالنسبة لطالبان الهوية بتاعتهم قالها الملا عبد السلام ضعيف في كتابه حياتي مع طالبان بيقول ايه يا عبد السلام ضعيف بيقول اشياء كثيرة تحدد هويتك كافغاني عائلتك قبيلتك اثنيتك والمكان الذي ولدت فيه دي الحاجات اللي بتحدد هويه الطالباني الشخص الطالباني عيلته ايه يعني نسبه وبعدين قبيلته داخل وبعدين القبيله اكبر بقى من القبيله هي الاثنيه اللي هي البشتون ثم البلد طبعا بالنسبه للهويه القرسان هويه عالميه جامعه لكل المسلمين الذين يريدون الجهاد وعوده الخلافه الاسلاميه هذه هي اهم الخلافات ما بين طالبان وما بين ولايه خرسان نرجع بقى السؤال الكبير والتفصيلي والرئيسي اللي احنا بنعمل عليه الحلقه وهو دول اللي هو مين المسؤول من المسؤول ده بقى الرئيسية يعني من المسؤول عن ما حدث في كابول من المسؤول عن الفوضى في كابل في مطار كابول من المسؤول عن الانفجارات التي حدثت أنا حطيت تمن, تمن عناصر رئيسية توضح المسؤولية الرئيسية عن ما حدث في هذه الانفجارات أول حاجة أول حاجة وأهم حاجة في المسؤولية الانسحاب الكارثي لبايدن انسحاب كارثي بايدن من سنوات طويلة عاوز ينسحب من أفغانستان وفي 2009 قال اعترض على زيادة القوات في أفغانستان أيام أوباما وأعلن قال أنا لن أرسل ابني ليعرضه للمخاطر من أجل نساء أفغانستان ارسله من اجل الامن القومي الامريكي، انا متفق معاها في الكلام ده، ولكن المشكله مش في الخروج من افغانستان، المشكله في طريقه الخروج من افغانستان، هذا انسحاب كارثي، انسحاب فوضوي بلا خطه وبلا ترتيب وبلا تنظيم، انسحاب فوضوي، العالم كله شاف فوضوية الموضوع، فجأه كده نسحب كل حاجه، انسحاب تم بدون التنسيق الرئيسي مع الشركاء الرئيسيين اللي حاربوا معاك 20 سنه اللي هو الناتو اختار وليس تنسيق كامل <تخط> تنسق مع طالبان وتخطر الشركاء الحرب معاك حاجه كارثيه من الحاجات الكارثيه اللي عملها بايدن ان هو سحب المعدات الثقيله قبل المدنيين يعني المعدات دي اخر حاجة، المعدات الثقيلة تسحبها اخر حاجة لأنها تحمي المدنيين. فأنت تسحب كل شيء الحاجات الثقيلة وتسلم أهم قاعدة أمريكية بجرام لحكومة طالبان وبعد كده تقول أطلع الناس تمشي منين؟ ترجع لمطار مش مؤمن تأمين كافي اللي هو مطار المدني بتاع بتاع كابول تسلم القاعدة القاعدة الضخمة جدا اللي صرفت عليها أمريكا مليارات تنقل القوات الثقيله والطيران الثقيل وتسيب المدنيين، طب مين هيحمي المدنيين؟ لو هذه القوات موجوده ما كانش حصل هذا الموضوع، هذا كارثيه لدرجه ان الجنرال ديفيد باتريوس القائد العام قبل كده في افغانستان بيقول لم يضع ترامب او بايدن شروطا للمغادره، طبعا، طبعا ما وضعوش يعني شيء شيء كارثي فعلا شيء كارثي انك تسحب المعدات الثقيله وتقفل القاعده الامريكيه الضخمه اللي ممكن كنت تنقل منها الناس المدنيين بالفعل بدل وهي مؤمنه اكثر بكثير من مطار حامد كارازاي تنقل منها الناس دي تروح مسلمها للناس وتنقل المعدات الثقيله وتسيب المدنيين وتقول بعد كده انا عاوز اخرج شيء انا مش مصدق ان في تخطيط عسكري طب فين العسكريين فين البنتاغون وازاي وافق على هذا هذا الانسحاب الكارثي بهذا الشكل مش بقول ده ضر بصوره امريكا ضرر بالغ ده بالغ وللاسف للاسف بقت اليد العليا لطالبان مش للقوات الامريكيه للاسف الشديد وضع لنفسه سقف زمني 31 اغسطس وابلغ و و و و طالبان وكان طالبان هي اللي بتحدد له خلاص وبقى طالبان تقول له لا مش هنوافق على اكتر من 31 كان هي اللي بتحدد للولايات المتحده الامريكيه ازاي تخرج وازاي تخرج معداتها وتخرج ناسها وتخرج المتعاونين معاها شيء كارثي فعلا علشان كده الانسحاب المسؤولية الرئيسية عن ما حدث من فوضى مسؤولة عنها الانسحاب الكارثي الذي قام به الرئيس جو بايدن انسحاب كارثي عشان كده 69% من الامريكيين في استطاعات الرأي بيقولوا ان الانسحاب رغم موافقتهم على الانسحاب من افغانستان الا قالوا ان الانسحاب اللي تم بطريقة كارثية ان بايدن عمل انسحابا كارثيا بطريقة كارثية ودي مش بس كده هناك شبه اجماع حاليا ان ما حدث من خروج من هو أم... الخروج ده بيبين صورتك بيديك الايمج بتاعتك يمثل خطا استراتيجيا لاداره بايدن بايدن وقع في خطر استراتي... خطا استراتيجي مش مجرد خطا عادي انت بت... بتتكلم عن المشهد الاخير لصوره امريكا بعد 20 سنه ولهذا توني بلير مثلا قال ان ان قرار الانسحاب من افغانستان لم يكن مدفوعا بالاستراتيجيه بل بالسياسه. اول اول حاجه اول حاجه في هذه المسؤوليه هو الانسحاب الكارثي اللي قام به جو بايدن. الحاجه الثانيه اللي ما انك تدي اولويه للافغان المتعاونين مع الامريكان عن الامريكان نفسهم. يعني ده ده السفير الامريكي في باكستان علق على هذا الموضوع وقال حاجه على المرء ان يفكر بالدرجه الاولى في مصالحه ومصالح دولته وليس في المضطهدين، انك تفكر في المضطهدين ده عمل نبيل ولكن الاساس انت اصلا رحت عشان الامن القومي الامريكي، يبقى تخرج ايضا ومصالح الولايات المتحده الامريكيه والامن القومي الامريكي في الاعتبارات بالدرجه الاولى وليس مصالح الافغان المتعاونين. ال الافغان المتعاونين دول عملوا مع ال الامريكان وخدوا اجورهم على كده خدوا اجورهم مش التزام لا اخلاقي ولا سياسي ولا قانوني على الولايات المتحده الامريكيه ان تطلع 100 الف ولا 200 الف افغاني مش التزام على امريكا هذا مش التزام ثانيا مين اللي قال ان هؤلاء ال ال الافغان مؤمنين ب برساله امريكا ده هم مجرد اشتغلوا والكثير منهم اصلا كان متعاون مع طالبان كانوا بيشتغلوا مع الامريكان في النهار ويتعاونوا مع طالبان بدرجه او باخرى ومين اللي يقول ان الناس دي ما تؤمنش بافكار طالبان اساسا علشان كده بريطانيا قالت انا مش اقبلهم مش اقبل الافغان دول لانه مشكلوا تهديد الامن القومي البريطاني ولانهم قاموا بعمليات ارهابيه الافغان في 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 المانيا كانوا لاجئين برضه وكانوا بيقولوا ان احنا لاجئين وهربانين من طالبان وقاموا بعمليات ارهابيه من يضمن ان هؤلاء الناس لما يروحوا الغرب ما يقوموش بعمليات ارهابيه مين مين اللي يصدق ان ان الناس دي مش مقتنعه بالافكار الطالبانيه وازاي تفضلهم اصلا على الامريكان وعلى الغربيين وانت تنقلهم الاول هذا يا هذا تاني خطا كبير ادى الى هذه الفوضى وهذا الخطا وهذا الانحدار الاستراتيجي انا بسميه انحدار استراتيجي ثالث حاجه من الاخطاء الكبيره اللي هو الفشل المخابراتي للاسف الشديد وزير الدفاع الامريكي قبلها وقف في الكون في, في جلسه استماع في الكونغرس قال ان الحكومه الحكومه الافغانيه والجيش الافغاني هيصمد سنتين او ثلاث كان مقدرهم كده المخابرات الامريكيه فشلت ايضا في التنبؤ بالسقوط والرئيس بايدن نفسه خرج وقال ان أن الجيش هيصمد وأن القوات الأفغانية تصمد وكل ده فشل مخابراتي فشل وزارة الدفاع البنتاجون أن يتنبأ تنبأ بل وفشل أنهم يتنبأوا بسلوك الرئيس الأفغاني أشرف غاني فشل فشلوا يعرفوا أشرف غاني بيفكر إزاي ولا هيروح إزاي وده يقودنا لحاجة خطيرة جدا وهي أنا بعتبرها الـ 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 السبب الرابع في المسؤولية عن مواقع والسبب الرئيسي أيضا ادوار اشرف غاني الرئيس السابق وزلماي خليل زاد اللي هو سفير سفير امريكي في الامم المتحده قبل كده وكان المفاوض الرئيسي مع طالبان من سنه 2018 واللي وقع مع طالبان بالنيابه عن الولايات المتحده الامريكيه اتفاقيه الدوحه وحامد كرزاي الثلاثه الثلاثه دول اشرف غاني وزلماي خليل زاده وحامد كرزاي عليهم عشرات من علامات الاستفهام هناك حاجة ضرورية في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لتج... ل... تعمل لجنة تحقيق مستقلة تحقق في كل اللي حصل ده اللي حصل أثناء الانسحاب وليه و... انهار الجيش الأفغاني وتحقق ل... مع التلاتة دول أساسي وإنها تطلب من الإمارات أن يسلموا لها أشرف غاني يسلموا أشرف غاني للولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق معه وتحقق مع زلمي خليل زاد وتحقق مع آ... 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 أيضاً مع حامد كارازاي بالمناسبة اشرف غاني وزلمي خليل زاد وحامد كرزاي الثلاثه كانوا يحملوا الجنسيه الامريكيه لسه زلمي يحمل من الجنسيه الامريكيه ولكن تنازل عنها كل من اشرف غاني وحامد كرزاي عشان يبقى رؤساء لافغانستان طيب احنا بنتكلم بنتكلم هل فعلا هل فعلا انا انا في تقدير ان زلمي خليل زاد واشرف غاني جعل امريكا رهينه في يد طالبان لهم دور في جعل امريكا أراهينا في يد طالبان هل فعلا أشرف غاني قام بعقد صفقة مع طالبان إن هيسلمها كل ما حصلش حرب طبعا إحنا ما شفناش حرب حس... شفنا انهيار للجيش واستسلام يسلموا كل حاجة للطالبان ما حربوش طالبان هل هو كان متفق إن يسلمهم كل شيء بما في ذلك الأسلحة الأمريكية الثقيلة أشرف غاني هناك مواقع أفغانية وهناك ترد أفغان بيقولوا إن أشرف غاني عمل صفقة مع طالبان وأنا ما أقدرش أقرر هذا صح ولا غلط لكن أقول محتاج إلى لجنة تحقيق هل فعلا زلماي خليل زادة؟ طالب قاده الجيش الافغاني انهم يستسلموا لطالبان وقال ان احنا حسمنا الموضوع لصالح طالبان هل الكلام اللي بيتردد ده برضو انا ما اقدرش احسم صح ولا غلط هذا الكلام اللي بيتردد لابد ان لجنه التحقيق لابد ان الناس دي تعمل لهم لجنه تحقيق فانا في تقديري اني هذه الشخصيات الثلاثه كان لها دور في تقديري تواطئي على الاقل في تقديري الشخصي لصالح طالبان ولكن من يحسم أدوارهم الحقيقية لجنة تحقيق أمريكية مستقلة لأن دول أساءوا إساءة بالغة لصورة أمريكا وتسببوا في هذه هذا ان سلم كل حاجه لطالبان وكل شيء وانهيار الجيش الافغاني وكل شيء ادى الى الى اللي حصل في مطار حامد كرزاي. حاجه نقطة مهمة أيضا من أسباب المسؤولية اللي هي الروح الإنهزامية لبايدن، روحه انهزامية. ما كانت طالبان أو أي تنظيم خرسان أو غيرها إنها تهاجم الأمريكان لولا الروح الإنهزامية لجو بايدن والديمقراطيين عموما عندهم روح انهزامية، عندهم اعتذارية مقيطة في سلوكهم حتى وصل بايدن إنه بيقول أن في خطاب عام يطلع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في خطاب عام الظهر واحد اشتراكي لفت من اليسار المتطرف كاتب له كلمة في الخطاب يقول له ان افغانستان مقبرة الامبراطوريات افغانستان مقبرة الام... فتقولها في خطاب عام خطاب انسحاب معناها انها كانت مقبرة للامريكان وانها دفنت الامبراطورية الامريكية انت بتقول زي, زي اوباما على خطى اوباما بتبشر بنهاية امريكا ايد... هل ده رئيس امريكي مسؤول ولا واحد تايه ولا واحد اصلا خاضع لليسار المتطرف يقول ازاي رئيس امريكي في خطاب عام خطاب انسحابه ان افغانستان مقبرة الامبراطوريات يعني ايه تتفسر ازاي دي الا انها ان افغانستان هتدفن امريكا وتدفن الامبراطورية الامريكية شيء لا يصدق هذه الروح الانهزامية روح انهزامية تقودنا الى نقطة اخرى تقودنا الى نقطة اخرى كانت سبب في كل الكوارث اللي حصلت دي والفوضى اللي حصلت الثقة في طالبان للأسف الشديد للاسف الشديد وصلت الى درجه ما آآ آآ الثقه في طالبان عن, عن 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 ايه؟ يعني ادوا الثقه لطالبان عن شركائهم؟ آآ آآ س سنه 1940 هوريكم ازاي الروح ال 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 القويه المتحديه وبين الروح الانهزاميه. سنه 1940 طلبوا من من تشرشل سنه 1940 قالوا له أنه ينسق مع هتلر لترحيل 340 ألف جندي بريطاني من ميناء دينكيرك دينكيرك في فرنسا كان عنده 340 ألف واحد بريطاني جندي موجودين في ميناء فرنسي وقال وقالوا له هتلر اكتسح هولندا وبلجيكا وحاول تنسق معاه عشان نرجع الجنود البريطانيين وما هاجموش هتلر قال لهم ياه قال لهم تشيرشل بقى بقوه وحنكه سياسيه قال ان ده ان انا لو نسقت مع هتلر ان انا بنسق مع الشر المطلق وان انا بديله شرعيه وسمى ذلك الانحدار الناعم ان معناها ان انا بنحدر بس انحدار سلس كده لتحت على طول لقبول هذا الشر قال لا يمكن ان انا اتفاوض معاه لا يمكن وقال ان انا لما انسحب من غير ما بلغه هو لا يجرؤ ان يهاجم القوات البريطانيه ده لو بلغته هياخد تنازلات وهدي له شرعيه هدي شرعيه لهذا الشر وطبعا في 24 الى 28 مايو سنه 1940 سحب تشرشل القوات كلها 340 الف جندي بريطاني من فرنسا ولم يجرؤ هتلر ان هو يهاجمهم بايدن بقى جعل اليد العليا تقريبا في, لطالبان يحدد الميعاد 31 اغسطس بدون التشارك مع الشركاء في الحرب نسق مع طالبان في امور كثيره ووضع اليد العليا تقريبا في يد طالبان للاسف الشديد ادها ادها اوراق كثيره ادها اوراق كثيره لدرجه اني ان ان هم المتحد الرئيس الق... القائد قائد المنطقه المركزيه الامريكيه بيقول ان طالبان هم احنا بنديهم الاسماء وهم بيتشكوا على الاسماء قبل ما يدخلوا المطار طالبان اللي, بت... اللي بتفحصوا الاسماء طالبان اللي بتفحص الناس قبل ما تدخل على الامريكيين وده تبقى كارثه طيب ما فحصتش الراجل اللي كان داخل ليه هذا آه... لدر... هذه هز... الانهزاميه وهذه الانكساريه جعلت طالبان تعمل ايه اول امبارح طالبان طلعت بيان لما امريكا ضربت مجرد طياره مسيره وقتلت اثنين من تنظيم ولايه خرسان ودعم يعني رد هزيل جدا طلعت حركه طالبان بيان ترد على الولايات المتحده الامريكيه وتقول حركه طالبان تدين الغاره الامريكيه بطياره مسيره امريكيه هذا هجوم صارخ على الارض افغانيه تخيلوا تخيلوا بعد هذه الكارثه اللي حصلت في مطار حامد كرزاي وامريكا مجرد رد رد ناعم جدا عشان ماء الوجه لبايدن م? فطالبان تدين هذا الهجوم كمان ولكن هذه الأسباب كلها اللي أنا قلتها كانت تعتبر مسؤولة عن هذه الكارثة وهذه الفوضى ولكن هناك سبب كبير وأيضا قديم شوية من, من السنة اللي فاتت إيه هو السبب الكبير ده اللي خلى كل ده يترتب عليه ترتب على كل ده ما هو الانحدار لما تنزل تبدا بحاجه وده انا في انا في تصوري ان اول درجات الانحدار هو اتفاق الدوحه اللي تم في 29 فبراير سنه 2020 اتفاق الدوحه ده ترتب عليه الكثير، ترتب عليه هذا التهاوي، وبايدن بالمناسبه اللي لغى كل شيء تقريبا للترامب ولغى اتفاقيه المناخ ولغى اتفاق النووي ولغى مش عارف ايه ولغى لغى تقريبا تقريبا بيمشي ضد اللي عمله ترامب ابقى بس على اتفاق الدوحه بل وفسره تفسير سيء كما يقول نائب الرئيس الامريكي مايك بينس، يعني ابقى على الشيء الوحيد اللي يديله شرعيه في الانحدار اتفاق الدوحه انا في تقديري كان اتفاق سيء اقول لكم بعض اللي جه في اتفاق الدوحه عشان تعرفوا الانحدار بدا من سنه 1900 2020 2020 اول حاجه في اتفاق الدوحه ازاله العقوبات الامريكيه على افراد طالبان بحلول 27 اغسطس 2020 كويس ان ما حدش شالها لان كان فتره الانتخابات الامريكيه ومحدش شالها اطلاق سراح 5000 سجين وده حصل خلى من الحكومة الأفغانية تطلق سراح خمس تلاف سجين طالباني في مقابل التزام طالبان بالإفراج عن ألف جندي حكومي تتواصل أمريكا مع مجلس الأمن لرفع العقوبات عن طالبان بحلول يونيو 2020 وده برضه ما حصلش لسبب بسيط كانت فترة الانتخابات الأمريكية أمريكا شوفوا أمريكا ده في الاتفاق أمريكا وإمارة أفغانستان الإسلامية التي لا تعترف بها الولايات المتحدة كدولة والمعروفة باسم طالبان طول الاتفاق يقولوا أمريكا وولا و... وإمارة أفغانستان الإسلامية التي لا تعترف بها أمريكا كدولة والتي تسمى طالبان طب ما أنت اعترفت بها ما أنت لما توقعت معاها في سنة 2020 اعترفت أن 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 أولاً أن طالبان لها هي كل شيء وأنها إمارة إسلامية وأنها تحكم أفغانستان كلها أنت اعترفت كده لانك انت وقعت معها هذا الاتفاق وقعت مع هذا الاتفاق بتعترف ان اماره أفغ... انها اماره اسلاميه فشوف ان, إن هذا امريكا واماره أفغ... افغانستان الاسلاميه التي لا تعترف بها الولايات المتحده الامريكيه كدوله والمعروفه باسم طالبان يسعيان لعلاقه ايجابيه مع بعضهم البعض ويتوقع ان تكون هذه العلاقه بعد التسويه ايجابيه طيب ستسعى امريكا للتعاون الاقتصادي من اجل اعاده الاعمار مع الحكومه الاسلاميه الافغانيه الجديده بعد التسويه التي يحددها الحوار بين طالبان والحكومه الافغانيه واللي ما عملتوش طالبان ما عملتش حوار مع الحكومه الافغانيه ولن تتدخل امريكا في الشؤون في الشؤون الداخليه لافغانستان. اخر الشيء الوحيد في مقابل كل هذه الامور كل هذه الامور في مقابل كل هذه الامور طالبان ادت ايه لامريكا في هذه الاتفاقيه تمنع طالبان القاعده واي جماعه او فرد من تهديد امن امريكا وحلفاء ولن تمنحهم جوازات سفر لامريكا وحلفاء يعني في كل هذه الحاجات اللي خدتها طالبان ادتهم وعد بانها ما تكونش مقر للقاعده والجماعات الجهاديه وهي تقدر على كده اساسا طيب ورفضت لما امريكا كانت بتقول ان التنظيمات الارهابيه زي القاعده رفضت في الاتفاق أنها تشير إلى القاعدة على أنها تنظيم إرهابي رافضت في الاتفاق كل هذا الانحدار والتنازلات تمت في الدوحة أمريكا أنا أقول لكم حاجة تعليق على هذا الاتفاق. أمريكا كانت مستعدة لكي تخدع من طالبان في قطر ومستعد أن تكون قطر عرابة لهذا الخداع ولهذا يقول قاتب إسرائيلي نحن الإسرائيليين مقتنعون بأن قطر ورطت الأمريكيين في اتفاق الدوحة اتفاق سيء جدا هذا هو بداية الانحدار اللي وصلنا إليه للمشهد في مطار حامد كرزاي في 26 أغسطس بدأ الانحدار باتفاق الدوحة آخر حاجة في هذه الموضوع عن المسؤولية لأن حد سألني بيقول لي هل هناك دور لطالبان وباكستان في الهجوم يعني هل أنت تتوقع أن الهجوم اللي تم 26 أغسطس ده سنة 26 اغسطس في مطار حامد كرزاي هل ممكن يكون طالبان جزء منه طب انا هقول لكم انا انا لا اقدر في 100% ولا اقدر انفي لكن اقول محتمل جدا ان تكون طالبان وتكون باكستان شركاء على الاقل بالتواطؤ وهوضح لكم ازاي المتحدث باسم البنتاجون قال ان احنا لا نعلم العدد الحقيقي للسجناء الذين اطلقتهم طالبان من سجن بجرام من سجن بجرام ربما يصل العدد إلى الآلاف من سجن واحد سجن بجرام وربما بينهم عناصر من تنظيم خرسان يعني المتحدث باسم البنتاغون بيقول ان طالبان بعد 15 اغسطس فتحت سجن بجرام واطلقت سراح الالاف ربما الالاف وربما فيهم من عناصر من عناصر تنظيم خرسان طب يبقى ده, ده نتكلم عن المسؤوليه طيب حاجه تاني رئيس القياده المركزيه الامريكيه ايه اللي انا قلت دلوقتي كينس ماكنزي قال ايه الولايات المتحده الامريكيه تعتمد على طالبان في فحص الافغان عندما يقتربون من المطار نستخدم طالبان كاداه لحمايتنا قدر الامكان هو بيقول ان طالبان احنا بنحمي المطار لكن الناس قبل ما تدخل على المطار اللي بتفحصهم طالبان طيب طالبان ما قدرتش تفحص واحد داخل على المطار وشايل 12 كيلو متفجرات يعني طالبان ما, ما،, ما عرفتش واحد شال 12 كيلو متفجرات وده حجم كبير ان يشيل واحد حوالين ظهره ها اه؟ حوالين وسطه وطالبان اللي بتفحصهم المفروض تفحصهم واحد واحد طالبان المفروض بالتنسيق مع الامريكان انها تفحص كل شخص داخل على مطار قبل ما يدخل على الامريكان طيب هل سابته هل كانت عارفاه وقالت سيبه ينفجر في الامريكان والمتعاونين معاها من الافغان احتمال وده احتمال التواطؤ وكمان كمان طالبان في 15 اغسطس فتحت مش بس مش بس سجن بجرام ولكن سجن كبير جدا اللي هو بيرت شرخي وعدد كبير من السجون اطلقت الاف من الناس والناس دي كان فيهم كل العناصر المختلفه بما فيهم عناصر ولايه خرسان ده يبين قد ايه ان ممكن تكون طالبان متواطئه فيها بل وقد تكون تركيا متواطئه ليه زي ما قلت ان سراج الدين حقاني اللي هو شبكه حقاني اللي بيربط تركيا بيركض كباكستان مع كل من تنظيم القاعده وطالبان وولايه خرسان اللي هو الجسر اللي بيربط كل دي لصالح باكستان هو ما يكونش يعني عارف ان ما عندوش معلومات سراج الدين حقاني عن ولايه خرسان بت 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 بترتب الايه وقامت بايه اللي النهارده اليوم وانا اسجل هذه الحلقه المستشار الامن القومي الباكستاني اسمه مؤيد يوسف بيقول امريكا والغرب بيهدد امريكا والغرب بتكرار 11 سبتمبر اذا تركوا افغانستان مره اخرى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني الباكستان يعني هي ماسكه الريموت كنترول لهذه التنظيمات وربما تكون على 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 الاقل على علم باللي كان هيحصل وعارفه مين اللي هيقوم بيه وبتهدد مستشار الامن القومي الباكستاني بيهدد الغرب كله ب 11 سبتمبر اخرى اذا تخليتوا عن افغانستان المره الثانيه. و مرة يكتب في الواشنطن بوست مقاله يسترجي امريكا انها ترجع المعونات وترجع مش عارف ايه وانها نتعاون مع بعض في افغانستان ومره يطلع تصريح بقى لما رفض حد يستجيب له ويرجع المعونات ان ان 11 سبتمبر هتتكرر تاني في امريكا والغرب لو ما كنتوش تتعاونوا معانا هم عاوزين يحلبوا يحلبوا الاموال الامريكيه علشان كده بقول اني هذه الاسباب الـ 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 الاساسيه في الكارثه اللي حصلت وانا بحملها بدرجه اكبر لاداره بايدن في هذا الوقت واحملها بالدرجه الاكبر والاكبر الى الانقسام الداخلي الامريكي. انا من ساعه ما حصل السنتين اللي فاتوا دول ما فيش حاجه لصالح الولايات المتحده الامريكيه، كل واحد الجدل والصخب كله حزبي، كل واحد عاوز عاوز تسكور بوينتس يعني عشان يسجل نقاط على الحزب الثاني، ما فيش حد ما فيش حد فعلا زي ما قال تشيرشل في مقوله خالده كثيرون حول السلطه قليلون حول الوطن هو ده هذا الإنقسام الداخلي الأمريكي وهذا الإحتراب اللفظي في وسائل الإعلام الأمريكية وهذا هذا اللي بيحصل ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حساب على حساب أمريكا وعلى حساب أمنها القومي وعلى حساب قيادتها للعالم وعلى حساب الإنتعاش الاقتصادي فيها وعلى حساب رفاهات المواطن الأمريكي هو السبب الرئيسي اللي ودى للإنكسارات كلها الإنكسارات كما قررت أنا على مدى ربع قرن للمرة الالف بقول ان امريكا ما تتكسرش من خارجها امريكا تتكسر من داخلها وهذه هي المشكله الاساسيه المشكله الاساسيه ان هناك العوامل كثيره بتكسر امريكا من داخلها هذه المشكله دي في تقديري هي دي ال... 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 الاحاطه بالمناخ العام اللي حصل في 26 اغسطس في مطار حامد كرزاي وعلى من تقع المسؤوليه الاساسيه في هذا التفجير الشنيع يعني كما قلت أن هناك تداخل لعناصر كثيرة ولكن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن المسؤولية عن ما حدث لأن تنظيم خرسان وغيره طول الوقت عاوز يستهدف أمريكا المش... أعدائك طول الوقت عاوزين يستهدفوك ويطلع المحللين الأمريكيين يتكلموا وأمريكا تعلن عن كل شيء كل شيء وكأنما ده مش بلا 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 ضبط للكلمات الكلمات مش كل حاجة تتقال بيطلعوا يقولوا كل شيء الصراع الحزبي بيخليهم يقولوا كل شيء كل شيء على التلفزيونات في حين ان اعدائهم يخططوا لقتلهم هذا شيء هذا انحدار بمعنى الكلمه هذا نحن مح في, في الداخل الامريكي بمعنى الكلمه هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل اعداء امريكا يتجرؤون عليها ان هي شايفين الداخل الامريكي في مشاكل ده كل ما اود ان اقوله عن هذه التفجيرات وعن هذه الفوضى التي تمت في الأسابيع الماضية في مطار حامد كرزاي أشكركم وألقاكم في حلقة أخرى مع مجد خليل